بسم الله الرحمن الرحيم طلابي ربي يعطيكم الصحة والعافية وصلنا لويك أربعة يعني الأسبوع الرابع الآن من المفردات إن شاء الله هيك بنكون أنا وياكم ثبتين جزء كبير منها سجمعت الخير صلوا على رسول الله الطبيعي جدا الواحد يحس أن المفردات اللي سبق اللي اخذناهم بالاسبوع الاول والثاني والثالث انك يعني تكون ناسي منهم جزء ترى طبيعي جدا لساتنا في البدايات هسه انا وياكم بعد ما ننحي المرحله هاي والسبع فيديوهات اللي احنا بنشتغل عليهم طبيعي الطالب يصير راجعهم يعني مثلا احمد والله خلصت المفردات حضرت تاسيسك جبت بطاقتك معناته تمام انت وانت بتحضر معي في البطاقه بتراجعهم هاي نقطه نقطه رقم اثنين الدوسيه عندك موجوده عندك مية دوسية هسه الدوسيه هاي انت لما تمسكها وتفتحها وتطلع عليها لان لو كل يوم طلعت لك على صفحه مش يوم صفحه الان هي راجعتهم. سريع عملية التثبيت رح نضلنا مستمرين فيها حتى ننهي مشوارنا مع بعض يعني برجع بعيد وبذكر إنك تنسى عادي إنك تنسى شو عادي جدا وطلع الموضوع من راسك وارتاح يلا بسم الله الرحمن الرحيم الأسبوع الرابع نبدأ بأول كلمة اللي هي كلمة اسمها بروستاتيك هسا جماعة الخير بروستاتيك و كلمتين بيحملوا نفس المعنى أي بمعنى شيء صناعي طرف صناعي عضو صناعي لاحظ انه هاي انتهت بـ IC و هاي انتهت بـ AL حطوا هيك دائرة وقولوا انه هاي نهايات صفات نهايات شو؟ نهايات الصفات لانه بكرة بس ندخل في المشتقات انا وياكم الان رح نعرف انه لكل كلمة نهاية الاسم له نهايات الصفات لها نهايات الكذا الفعل له نهايات والظرف له نهاية هسا أنا لازم أكون عارف المعلومات هاي لأنه أنا لما أدخل في المشتقات بدي طالبي يكون محمي وجاهز معي تمام تمام لاحظ إنه شو بيقول لك إنه prosthetic أو artificial عبارة عن artificial body part خلص انتهى الموضوع هو طرف من الجسم صناعي ويعطيك ألف عافية لأن لما يجي يحكي لك publicize publicize بمعنى ينشر لاحظ أنها فعل publicize publicize يعني ينشر هسا الآن ينشر يعني أنك تعطي معلومات معناته to give information بس لأن راديو اللي هو العلاج بالإشعاع العلاج بالأشعة يعني تمام تمام لاحظ أنه راديو معناته في عندي إشي اسمه راديشن راديشن اللي هو الأشعة أو الإشعاع فخلص هذا اللي بدي إياه فقط لأن في عندنا كلمة raise، هسه raise بمعنى يثير سؤال، يثير تساؤل معين، يعني في سؤال بيطلع، في سؤال ايش ماله بيطلع، يعني to raise a question، raise ايش a question، هسا هذا الكويستشن لما بيجي، بيجي من وراء ايش؟ إنه احنا نجيب مشكلة معينة على شيء معين، معناته أنا بحكي عن a problem عن شيء معين. ويعطيك العافيه لو جاب لك هاي او جاب لك هذول الثنتين انت رح تلقطها بشكل سريع كلمه ريبيوتيشن اللي من بدايه السنه وانا بحكي عنها لجيل 2006 احفظوها يا 2007 يلا ريبيوتيشن نهايتها شن الشن نهايه شو نهايه اسم معناته هاي الكلمه اسم شو معناها معناها السمعه جزء كبير من الطلاب بيقول لك اه السمعه الجيده لا يا عمي هاي معناها السمعه لحال لانه ممكن السمعه تكون جيده يعني اكسلنت ريبيوتيشن يعني سمعه ممتازه وجيده او ممكن تكون باد ريبيوتيشن سمعه سيئه وان شاء الله دائما سمعة تكون طيبه باذن الله فدائما نحكي احنا ريبيوتيشن معناها سمعه فقط سمعه فقط هو عباره عن كومن اوبينيون يعني راي مشترك بين الكل راي مشترك والله الزلمه هذا والله الدكتور احمد الثلجي رقم واحد في المملكه طب ليش لانه الكل طلاب الاردن اجتمعت على هذا الشيء يعني الان قرارهم مشترك فكرتهم مشتركه الان كلمه سكانر سكانر يعني مصور اشعه او الناسخ الضوئي هسه هذا عباره عن ميديكال انسترومنت هو عباره عن اداه طبية تستعمل بالراديوغرافي to produce images of the insides of the human body هسا جماعة الخير من اسمه سكانر بدناش نشعب الأمور ولا نصعبها هو بيعمل سكان على جسمنا عشان يطلع صور صح؟ صح إذا شو بيعمل هو؟ هو بيعمل images بيطلع صور لشو؟ للإنسايد يعني من داخل اللي هو البدي. من داخل مين؟ البدي. إذا صور من جوا الجسم انتهى الموضوع ست باك معناها عائق هسا هاي الجملة أو هذا المصطلح كثير رح يعني نستفيد منه ليش؟ في أحد القطع راح نقول أنه إحنا لازم نعلم أولادنا كيف ينهضوا بعد أن يقعوا هسا ينهضوا ويقعوا ينهضوا ويقعوا النهوض مش بمعنى أنك توقف على رجليك اللي هو أنك تكون نايم تمدد وتوقف لا وأن يقعوا مش أنك تتعرقل وتوقع لا إحنا الفكرة أنه بدنا نعلم أولادنا أنه إذا أنت لا سمح الله مشيت بشيء معين وفشلت عادي جداً تعلم كيف توقف على حيلك وتكمل لأنه الفشل هو مش مقياس الفشل هو عبارة عن درس أنا تعلمته الآن برجع بوقف على رجلي وبكمل وهذا الشيء طبيعي فعلشان هيك ست باك عبارة عن problem هاي البروبلم شو بتسوي delays تؤخر خلاص إذا مشكلة تؤخر فأنا لما أكون ماشي بدراستي مثلا وأجي مثلا أواجه مشكلة معينة تو يعني هاي المواجهة بيني وبين المشكلة هي عبارة عن ست باك هي عبارة عن إيش عن عائق لانها هي عباره عن عائق ما خلتني اكمل طريقي فانا لازم اعرف كيف اتعامل معها انهض يعني اتعامل مع هذا العائق عشان اجتازه واكمل مشواري ان شاء الله هسا في عندنا سايد افكت سايد افكت معناها الاعراض الجانبيه اعراض جانبيه يعني هي عباره عن افكتس يعني اعراض معناته اعراض جانبيه يعني اعراض فخلص انتهى الموضوع الان باخذ الكلمه المناسبه لها اللي له هي كلمه اعراض هسا تعالوا الآن على اليوم الثالث اليوم الثالث بيحكي لنا في عنا كلمة كثير حلوة ومهمة بتمر معنا بالفصلين لأن في عندنا كلمة اسمها sponsor وعندنا كلمة اسمها fund هسا sponsor fund بمعنى يرعى أو يدعم يعني الراعي الرسمي الداعم الرسمي الراعي الرسمي والداعم الرسمي هسا يعني أنت الآن إيش مالك أنت داعم يعني to support support هسا بغض النظر أنت بتدعم ماديًا ولا معنوياً الآن أنت اسمك داعم إذا أنت شو بتعمل تعمل عملية support support بمعنى يدعم هسه كلمة اسمها كلمة strenuous يلا او يو اس نهاية مين قلنا قبل شوي نهاية الصفة او في الفيديوهات السابقة قلنا صفة strenuous معناها اشي متعب يعني اشي بده كثير جهد a lot of effort a lot of effort كلمة symptom، symptom معناها أعراض، هسه هي عبارة عن physical problem that might indicate a disease، هسه الأعراض هاي اللي بنحكي عنها هي أعراض الآن قد تبين مرض، تبين إيش؟ مرض، indicate، تبين، توضح مرض معين، تمام؟ تمام يلا شوف كيف الكلمات صارت تخف علينا، كلمات الطف الوحدة الثالثة والرابعة أسهل كلماتها من الثانية. لأن كلمة فايبل فايبل يعني شيء قابل للنجاح، يعني قابل للتطبيق، يعني فعال. اكتبوا كلمة فعال. إيش يعني فعال؟ يعني إفكتف، إفكتف أو إيش؟ سكسسفول، إفكتف أو سكسسفل او سكسسفل كلمة وورد وورد معناها قسم أو جناح في الأوتيلات في المستشفيات دائما نحكي مثلا البيدياتريك وورد إيش يعني بيدياتريك يعني أطفال يعني children وورد يعني جناح يعني قسم الأطفال أو جناح الأطفال الآن a room in a hospital هي عبارة غرفة في مشفى especially for patients needing similar kinds of care يعني الآن هي عبارة عن غرفة في مستشفى انتهى الموضوع يعني أنا لما أقول لك ولا روح لي على جناح الأطفال معناته رايح على غرفة الأطفال صح صح 100% يلا كلمة sanitation sanitation هي الصرف الصحي لأن هون بيحكي لك the systems which supply water and deal with human waste جماعة الخير sanitation صرف صحي معناته الآن إنه دخل بالwater وانه دخل بالhuman waste اللي هي الفضلات والمياه دنتل شيء متعلق بالاسنان معناته دنتل له دخل بالتيث دنتل له دخل بالايش بالتيث هسه اخواني الان في كثير ناس ممكن يقول لك اه يا عمي الطريقه هاي والله ما هي عمليه عمي عندك مش عمليه تجينيش الله يرضى عليك انا بعرف انه جزء كبير كبير من الطلاب بيقول لك مشان الله بدنا استاذ يعملنا شيء زي هيك وما في شيء هيني انا معاكم اخواني احنا في النهايه بدنا علامات بالنهايه انا بدي علامات بكره بس تدخلوا الجامعه الان راح تاخذوا علم صح وراح تجبر على الدراسه وراح تجبر على الشغل المرتب هون انا بعطيك علم بعطيك شغل نظيف بعطيك شغل مرتب بس المفردات تحديدا ما بدي اضيع وقت الطالب انه الشغلات اللي احنا لغايه الان قراناها لو بدك تقعد تحفظها بدك 30 شهر عشان تخلصها يعني بدك الان تقدم توجيه مع احفادك شكله هيك رح يصير معك تمام تمام يلا Immunization مرت معي مرة ثانية Immunization معناها اللي هو التلقيح اي بمعنى المطعوم معناته انا هون بحكي عن ايش؟ عن فايتنج شيء له دخل بالديزيز انا لازم احارب شيء بدخل بدخل على جسم الانسان عشان يحارب يعني giving اعطاء a person اللي هو الشخص عبارة عن ايش؟ اللي هو نيدل يعني إبرة هاي الإبرة شو بتسوي؟ بتعمل prevent يعني تحمي تحمي من ايش؟ من اللي هو الأمراض تحمي من الديزيز اللي هو الأمراض infant mortality معدل وفيات الأطفال يعني هو عبارة عن death لأنه كلمة mortality مرت معي إنها death بس الآن عشان infant معناها أطفال يعني babies يعني إيش يعني أطفال يعني babies أو children بشكل عام فورس الأيدي العاملة workforce أيدي عاملة workforce أيدي عاملة معناته people, people work people work people إيش work يعني الناس إنها إيش تكون عندها القدرة على إنها تشتغل طيب ممتاز هسا اخواني في عندنا الان كلمه زي كلمه سكبتكل كلمه سكبتكل هاي صفه انتهت ب اي معناها شكاك يعني متشكك يعني عندك داوتس عندك شك عندك ايه شكوك طبعا داوتس جمع فعندك ايش عندك شكوك كلمه بروف حكينا عنها هاي كلمه اسمها سوفكس سوفكس يعني هاي كلمه تضاف على كلمه يعني مثلا مثلا والله الساعه هاي ووتر Proof. شو اضفت على ووتر كلمه بروف معناته كلمه بروف هي كلمه اضافيه اضيفت على كلمه اصليه هذا بيحكوا له بالانجليزي سوفكس هسه كلمه بروف بدي اعرف ان معناها واقي او ضد يعني الان راح يمر معنا شيء اسمه ووتر بروف يعني ضد الماء احفظ معي مصطلحات يلا ووتر بروف يعني ضد الماء راح يمر معنا شيء اسمه فاير بروف يعني ضد النار اذا اذا ضد او واقي اللي هو كلمه بروف يعني الان هي protection against protection against هسه اخواني ديكلاين بمعنى يقل يقل ينقص يعني ديكريز يقل يعني ينقص يعني ديكريز تمام يا جماعه الخير تمام التمام الله يعطيكم الف عافيه اظن هيك نهايه الوحده الثانيه خلصناها سننتقل الى الاسبوع الخامس من شغلنا مع بعض الله يعطيكم الف 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 عافيه يا رب